من واحدة من أقدم المدن في مصر ومن أجملهم مدينة الإسكندرية الساحرة، ومن أجمل المناطق اللي جوه إسكندرية. إحنا هنا في بحري عند قلعة قايتباي. المطعم اليوناني أو النادي اليوناني من أقدم الأماكن اللي أهل إسكندرية بيروحوا يأكلوا فيها سمك بطابع مختلف تماما. ليه تجربة النهاردة مهمة جدا بالنسبة لي؟ لأن في رأيي الشخصي المتواضع إن وجود الاختلاف الثقافي اللي كان موجود في مصر فترة من الفترات بيونانيين وطلاينة وأرمن وكل هذه التشكيلة اللي كانت صايحة جوه الشخصية المصرية كانت عاملة مصر بشكل مختلف تماما، بشكل أقوى، بشكل أكثر تنوع. للأسف الثقافات دي قلت جدا في مصر، معظمها سافر وسابوا المكان لثقافة واحدة كانت أبعد ما يكون عن العقلية المصرية، وفجأة بقت أصبحت جزء أساسي من العقلية المصرية. النهاردة أنا جاي أجرب الأكل اليوناني السي فود بطريقة يوناني اللي هي تحسسك أن أنت رجعت تاني لمصر القديمة الجميلة اللي كان فيها كل التنوع الثقافي. تعالوا نعيش التجربة مع بعض وننهيها لكم زي ما نقدر. اكتر حاجه بتميز الاكل اليوناني ايه؟ الطعم اكتر حاجه بتبقى بارزه في الطعم زي الزعتر مثلا، بيستعملوا زعتر. الزعتر وزيت الزيتون. مش عارف قوي اشرح الطعم، ان هو طعمه مختلف عن اي حاجه ممكن تكون دوقتها قبل كده. بس طبعا من العضه باين قوي انه فاش، والطعم حاجه ثانيه خالص. ياس ازيك؟ انت مدير الشركه اللي ماسكه المطعم؟ مدير المطاعم. ايوه. وايت اند بلو. وايت اند بلو. اوكي. الاول عايز اتكلم، هل انتوا مطعم يوناني عشان جوه النادي اليوناني، ولا كده ولا كده انتوا تخصصكم الاكل اليوناني؟ والله يا فندم احنا يعني مطعم بيركز على طهي بالطريقه اليونانيه اكتر يعني، فمش ما اقدرش اقول مطعم يوناني، بس احنا في النادي اليوناني. اوكي. وعندكم اطباق بالطريقه اليونانيه وعندكم اطباق عاديه؟ معظم يعني الاطباق بتاعتنا بتتميز بالطابع اليوناني، حتى الخامات اللي احنا بنستخدمها بتبقى معظمها يوناني. طيب لما بنقول خامات بنتكلم في التوابل بتاعتنا؟ التوابل مش بالزبط. الاسماك والجمبري؟ لا لا لا. اوكي. يبقى احنا عندنا الاسماك والجمبري والحاجات دي مصري، كل الحاجات دي فريش يا فندم، وبيتم استلامها يوميا. احنا عندنا ضغط غير عادي يوميا، المطعم عندنا بيبقى مليان، ف يعني بنضطر ان احنا نطلب يوميا، ففيش حاجه عندنا بتفضل لتاني يوم، وده اللي بيميزنا عن باقي المطاعم. اوكي. والتوابل هي اللي بتيجي من بره؟ والله التوابل زي مثلا الزعتر، مثلا احنا عندنا سلطه الترمى اللي هو بطارخ البكلاء، دي بتيجي من اليونان. بطارخ مش سلطه؟ لا. بطارخ وبتعمل سلطه يعني الترماك بطارخ بتيجي من اليونان، واحنا بنصنعها هنا في سوريا سلطه. والجبنه الجبنه برضو؟ الجبنه يوناني. اوكي. فانت بالزبط. عندك حاجات معينه زائد التوابل بتجيبها من اليونان؟ بالظبط. في بعض في فعلا اطباق يوناني يعني، احنا في عندنا انترناشونال، عشان احنا عندنا جيست انترناشونال كتير، هو عندنا اطباق يوناني مثلا زي
كفتة كوسة. انتوا مش سي فود بس؟ في المزات عندنا متنوعة، في عندنا مزات كتيرة جدا، فمنها مثلا الكفتة الكوسة، سلطة الترمال، الحاجات دي كلها يوناني. اوكي تمام. ففي جزء كبير من الاكلات يوناني. اوكي، لو قلنا اكتر حاجه بتميز الاكل اليوناني، ايه الطعم اكتر حاجه بتبقى بارزه في الطعم؟ زي الزعتر مثلا، بيستعملوا زعتر كتير. الزعتر وزيت الزيتون والليمون، هي دي الحاجات اللي احنا. زيت الزيتون بيستعمل برضو مصري ولا زيت يوناني؟ زيت زيتون يوناني علشان يبقى فيه تميز الطعم نفسه. بالظبط. اوكي، بس الحاجات بقى اللي هو الزيتون وكده مش للدرجه. والزيتون برضو بيجيبه من بره؟ طبعا. اوكي، احنا مميز يوناني. احنا يعني كل حاجه بنشويها هنا بتبقى بالزيت والليمون، لان حاجاتنا فريش، فاحنا عايزين ان الفريشنس دي تبان للعميل. ما بنستخدمش اي خلطات، كل الطهي بتاعنا زيت وليمون، المشوي زيت وليمون، والسنجاري برضو زيت وليمون. اوكي، انت يوناني واضح طبعا، يوناني من اصل يوناني. لو اتكلمنا في انواع السمك مختلفه من اسكندريه لليونان؟ لا، هي نفس الانواع، بس يعني اللي بيميزنا عامه في السوق بتاع اسكندريه والسوق المصري عامه، لان احنا بيجي لنا ناس صد رد من القاهره يجوا يتغدوا ويتعشوا ويمشوا، ان هنا على طول السمك بتاعنا فريش. لا لا، انا قصدي ان انا لما اجي الاطباق هنا معموله بالطريقه اليوناني وهاجي اسافر اليونان بعد كده، هلاقي نفس السمك، نفس انواع السمك اللي مستخدمه نفس انواع السمك. ايوه، هي اللي موجوده في اليونان بالظبط. القاروص ولا احنا مشهورين بالسمك عامه، والاخطبوط كمان، ده هتلاقيه هنا وهتلاقيه في اليونان. بس الاخطبوط في اسكندريه؟ اخطبوط في اخطبوط، كل الاخطبوط بتاعنا فريش من هنا من اسكندريه. لا يا راجل. طبعا. انا كنتش عارف ان اسكندريه في اخطبوط. لا، مليانه. انا عارف ان فيها كاليماري. مليانه. اوكي، وبتستعملوا حاجات من البحر الاحمر ولا بس بحر متوسط؟ لا لا لا، بحر هنا بتاعنا متوسط بس. انت شكلك كده متعصب. طب نيجي بقى للتونز، اللي هو الشيف اللي بيعمل لك ده كله، مصري ولا يوناني؟ لا، الشيف مصري يا فندم. مصري، بس طبعا الشيف متمرس بقاله سنين هنا، وعلى درجه عاليه من الـ من الـ عنده خبره وعنده امكانيات، وطبعا بيروح اليونان ويشوف الجديد هناك. يعني اليونانيين لما بيجي ياكلوا هنا بيحسوا ان هم بياكلوا اكل يوناني ولا متمصر؟ بيحسوا ان الاكل هنا احلى من اليونان. مش هقول لك حاجه ثانيه. مش عارف، حسيت كده حته مزيكا طالعه من وراك دلوقتي. لا 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 لا، متاكد. طب اوكي، انا بص يعني احنا هنخش في الجد بقى. اتفضل. انت عارف انا راجل اكيل وبحب الاكل، فايه شايف مش هنقضيها كلام، نخش على الاكل على طول. اتفضل. ميرسي الياس. هنبتدي بحاجة خفيفة كده، جريك سالاد، بس على ابوه بقى الجبنة من اليونان، واختابودي اللي هو اختابوت باليوناني، بيقولوا اختابودي. اختابوت بيتعمل بالزيت والليمون وشبت، انا شايف شبت، شبت. وترما، ترما دي بطارخ السمك البكالا، دي برضو بيجي مستورد. ترما بكالا هو كده يعني، ومعاه عصير بصل وعصير ليمون وبقسماط فاتح ناعم. دي من اشهر السلطات او المزات في المطبخ اليوناني، معروفه قوي الترما دي. عايز اقول لكم ان يعني في ناس بتشتريها برطمانات كده بيطعطوها الترما دي. طيب نبتدي بان احنا ندوق الجريك. انا ابتدي على حته الجبن دي على طول. طبعا مبدئيا اول ما شفت زيتون عرفت انه زيتون كلاماتا. استنوا، استمتع بالجبنه بس شويه. ما اعرفش هو مصري ولا مستورد، بس هو كلامات. اوكي، طب ندوق بقى. طبعا هتقول لي جريك سالاد ما هو موجود في كل المطاعم. بس لما تاكل جريك سالاد، اسف يعني سلطه يوناني
في مطعم يوناني حاجة تانية بقى، يعني ديفرنت عن بيت المطاعم يعني. طبعا وكمان انت في اسكندريه وعليها زعتر، كمان انت في اسكندريه، واسكندريه انتوا عارفين نقطه الضعف اللي عندي تجاه اسكندريه، سجيه اسكندريه طول عمري بقول الخضار والفاكهه فيها احلى من القاهره، ما اعرفش ليه، دايما فريش اكتر وسوليد ماسكه نفسها. مختلفة تماما عن الجريك سالاد اللي بناكلها في المطاعم اللي معمولة بالجبنة الفيتا، ده حاجة وده حاجة. نجرب بقى اختابودي اللي هو الاختابوت، زيت زيتون والليمون والشبت. وده مسلوق بعده معمول خلطة، فبالتالي طري، مش العضه مشي دبان عايز تاكل معايا، مش طبعا احنا اوبن اير فيعني لازم يكون في دبان، مش العضه بتاعت الاخطبوط اللي هي الناشفه دي. تحفه. طيب نيجي بقى على الترامه، بما اني عاشق الترامه فهي لازم تاكل كده باي ذا واي، يعني هو ممكن ادوقها الاول. يا اختي يا اختي يا اختي، وبعدين احط بقى على العيش كده. مزيكا، المزازه بتاعت البطارخ مع سنه الليمون والبصل، حاجه اياكس كيا خالص. لا لا بص، عايز اقول لكم حاجه، زي ما قلت لكم في التقديمه، اليونانيين شعب بيعرف يعيش، بيعرف ياكل، بيعرف ينبسط. دايما التجربه اليونانيه كمان اكتر من الايطاليه، تحس كده ان هم اكلهم بيضحك، يا بيضحك يا بيضحك، يعني حاجه من الاثنين، يعني اللي هو خليك مبتسم وانت بتاكل. لسه هنجرب حاجات كتير، فبلاش ايه اتطفص على ده، خش على اللي بعده. الموجة التانية بقى عبارة عن حاجات كده خفيفة ريجيم، يعني كاليماري محشي جبنة وطماطم وفلفل. هما دي بيسموها شال، دي شوية عاملة زي البون فام، بتبقى قوقعة جواها سي فود وعليها بشاميل وجبنة، دي فيها جمبري وصماء وكاليماري، وهنكتشف مع بعض. ودي سخناكي جمبري، سخناكي اللي هي الجبنة بتاعتهم معمولة بالجمبري. فهنبتدي كده على خفيف حاجة حاجة. يا جماعة اليونانيين دول، هقول لكم بس هدوق الأول. زيت زيتون يوناني، بصوا مش هعرف قوي اشرح الطعم، ان هو طعمه مختلف عن اي حاجه ممكن تكون دوقتها قبل كده. هي الكاليماري وجواها الجبنه الميزوزه بتاعتهم دي، وعليها زيت زيتون وزعتر، تحفه. طيب نجرب بقى الشل
او لو عايز سميها بونفام سميها اللي انت عايزه يا اختي. بحاول ان انا يبقى فيها كل حاجه. اوكي دي حته سمك، ده جمبري، كاليماري متقطع جوه، ده فيه مشروم كمان. طيب يا هادي يا رب. بأمانة شيء ما يتوصفش. أنا ممكن بضمير مستريح أقول من أجمل المرات اللي دقت فيها بون فام في حياتي أو الشال. في تناغم في طعم الحاجة مع البشاميل والجبنه. البشاميل ما هياش تقيله قوي ولا خفيفه بزياده، والجبنه من فوق سايحه. دي عايزه بقى بوله رز ابيض كده ويتحط عليها الخلطه الفظيعه دي وتاكلها وتنام كده ايه حسبة 6 ساعات يا دوبك. طيب ندخل على السخناكي الجمبري، معمول بالجبنه بتاعتهم جمبري، والجبنه بتاعتهم وطماطم. سيبك من الفلفلايه دي، هي غالبا ديكور بس عايز ادوقها كده. ايه طعم تاني خالص بقى. هنا الطماطم الفريش باينه قوي. بامانه التلات حاجات احلى من بعض. طبعا اكتر حاجه عجبتني هي دي عشان الجبنه ومع السي فود والبشاميل وكده، عامل جوسي كده خليك ريقك يجري وانت بتاكل. ولكن الاتنين دول برضو طعمهم يوناني قوي. دي مش يوناني، خلي بالكم، دي اكتر تنتمي للمطبخ الميديترينيان ان جنرال او المطبخ الانترناشونال، ما هوش طبق يوناني. دول اليوناني قوي، وبالتالي فيه الطعم اللي قريب قوي من حاجتنا احنا، من ذوقنا احنا. طعم الطماطم الفريش اللي مطبوخ بيها الحاجه مع الجبنه الميززه مع يعني الاثنين دول. خلي بالكم دول البحر المتوسط قريبين من بعض جدا في الذوق، ومع اختلاف الاطباق انما قريبين في الذوق بتاع الاكل. انما دي هاخدها في حضني وانا نايم اصلا. طيب نخش على بعض. الجد دي اسمها مرايه. المرايه دي محطوط عليها استاكوزا معموله بالطريقه اليوناني، جمبري مصري فريش بتاع النهارده معمول بالطريقه اليوناني.
دي في اليونان هي السنجاري. احنا عندنا السنجاري بتبقى مفتوحه وفيها خلطه طماطم وحاجات، هم عندهم السنجاري بيبقى عباره عن زيت وليمون فقط. بيقول لك عشان تحس بالطعم بتاع اللحمه بتاعت السمك ما تحطش خلطه كتير، راح اللحمه. اوكي، ده راي يعني، كل واحد طبعا وليه راي. دي سمكه وقار معموله بالزيت والليمون على الشوايه، ودي مياس معموله صينيه بالبطاطس، بس زي ما انتم شايفين شكلها ابن ناس كده مش عارف. طيب اكلك منين يا بطه بجد؟ نبتدي بقى طبعا الحاجات اللي هي لو بردت هتقهر، استاكوزا. يعني عليها زعتر، طعمها قريب من الاستاكوزا العادي اللي هي بنعملها، بس الطعم المميز قوي اللي مش موجود عامة في الاستاكوزا لما بناكلها في اي حته تانية، الزعتر اليوناني. بيوتيفول. وناخد جمبريايه من اللي ايه قلبك يحبهم، وجسار برضو بيحبهم. جسار قاعد بيقول لي ايه، بينشن، بيقول لي مراد طبعا ايه لما يبقى عندك جمبري بالحجم ده وبالشكل ده، بص في راسه كده تلاقي البطروخ اللي جوه ده، ده بطروخ. اوكي، بص كده جسار، زيت بطروخ طبعا، ده حرام يتسابع. في ناس تشفط تقعد تعمل اصوات بقى وحاجات كده، الاسهل ان انت تعضعض بشويش من الاول للاخر، فهتلاقي كل ما بتعضعض البطارخ بتبقى داخله على بقك. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا اخترنا طبعا الاكلات اليوناني، انما هو في حاجات كتيره عندهم مش يعني تنتمي للمطبخ الانترناشونال مش اليوناني، ولكن اللي اكتر حاجه انا عجباني بقى بعد ما دقت كل ده ان الشيف مصري. طعم مختلف تماما. هو الجمبري بتاعنا مشوي، بس طبعا من العضه باين قوي انه فاش. فتاني برجع اقول لكم انا عاجبني، مبسوط ان شاف مصري من ولادنا يقدر يطلع الطعم اليوناني بالمنظر ده وبالحلاوه دي. بابا الله يرحمه راح اليونان كذا مره، كان عنده اصحاب يونانيين كتير، وانا كان عندي اصحاب يونانيين كتير. تانية كان يحكي ويتحاكى على الاكل اليوناني. ايه ده؟ بصوا يا جماعه، هي سمكه عاديه خالص، العروس بتاعتنا سوري الوقار بتاعتنا العاديه، بس انت حاسس بطعم كل حته لحمه معاها طعم زيت الزيتون النظيف اللي هو الحموضه بتاعته مش عاليه، وحتى الليمون ما اقدرش اقول ان انا حاسس بطعم الليمون داخل كده في النص في النسيج بتاع السمكه. اهي دي بقى اللي هي الحاجات اللي تاكلها وتستمتع بيها قوي وما تعملكش تخمه. يعني مفيش تخمه ممكن تيجي من سمك فريش بالمنظر ده معمول بزيت زيتون وليمون، بس هو فيه زعتر برضه. اوكي، واضح واضح ان الاكل اليوناني كله فيه زعتر. تحفه تحفه. اوكي، ناخد بطاطسايه الاول. وطبعا كل ستات البيوت عارفين ان الخلطه دايما طعمها بيبان قوي في البطاطس. اوكي، نحاول بقى ناخد حته صغنونه كده ندقها.
اوكي. دي مش ذوقي قوي، يعني هي قريبه قوي لصينيه البطاطس بالسمك او السمك بالبطاطس بالطريقه المصريه، قريبه قوي في الطعم، ولكن السمكه المياس لحمتها شويه عامله زي البوري. اللي بياكل سمكه البوري هيفهمنا شويه. يم 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 ناشفه سنه، هي نوع اللحمه زي البوري، زي سمك البوري. لما تيجي تاكل بوري وبولتي في فرق شنيع ما بين نعومه لحمه البولتي مثلا، بديكم مثل يقرب منكم، والخشونه بتاع لحمه البوري. دي بالنسبه لدي برده نفس الحاجه، دي لحمتها خشنه شويه مش ناشفه، خشنه شويه عندي. دي حاجه نكد يعني. طيب احنا عايزين نلخص التجربه كلها على بعضها بقى. انت اول ما بتدخل المكان انت اوريدي بتكسب كده 50% من تعاطفك مع المطعم، لان هو المطعم في لوكيشن ملوش زي في مصر. انت البحر من اليمين والشمال، قلعه قايتباي في ظهرنا، وعينك جايبه على مرمى البصر شواطئ اسكندريه. حاجه منظر فظيع، انت جوه البحر تقريبا، انت وانت فوق بالذات، احنا هنا في الدور الثالث، فوانت فوق انت مش شايف اي حاجه غير الميه على طول، انت مش شايف اللي تحت يعني. ده حاجه. الحاجه الثانيه الوان الابيض والازرق المتميزين بيهم قوي اليونانيين، من الالوان المريحه كمان المتميزين قوي او بيستخدموا كتير الابيض والازرق المغاربه، المغرب. فاللونين دول مع بعض قريبين من لون السماء والسحاب والميه، وتحس كده براحه نفسيه. ديكور از فيري سيمبل، ما فيش تعقيدات، ولكن في نفس الوقت مريح جدا للاعصاب. السيرفيس هم عندهم هنا واضح مدير شديد شويه، السيرفيس تحفه. انت بتطلب الحاجه بتلاقي خمس رجاله حواليك. طبعا لازم اقول ان احنا عشان بنصور وعشان احنا مش في ميعاد غدا، مش في ميعاد فيه زحمه، فده مساعد في الموضوع. انتوا لما تيجوا بقى تقرروا بنفسكم اذا كان ده موجود ولا لا على طول. كمطبخ بقى انا فخور بالشيف ان هو مصري. طبعا مش ده ما بقللش من قيمه الشيفات المصريين، احنا عندنا في القناه وفي مصر عامه فطحل في المطبخ يعني، ولكن ان انت تقدر تدوق من شيف مصري طعم مش مصري، دي حاجه انا بنبسط بيها، بفرح بيها، ان انت شيف متفتح على ثقافات اخرى غير ثقافه الاكل المصري. فهو شاطر قوي في اللي هو بيعمله، برافو. يعني مفيش حاجه دقتها ما عجبتنيش باستثناء نوع السمكه، ده حاجه تانية برضه. فانت هتقضي تجربه حلوه يعني للي بيحب الاكل، مش مجرد ان هو بياكل عشان يعيش او مجرد انه يملى بطنه، هينبسط. القعده بالاكل بالسلطات والمزه اللي في الاول حاجه روح تانية خالص، مزاج تاني خالص، اكل كده. بس خلي بالكم الاكل مش طعم الاكل بس، يعني عندك الخدمه وعندك الانفايرمنت، الجو اللي حواليك، و لا لا حاجه جميله. نقول اسعار كل حاجه كده. الترمه ب 29 جنيه و80 قرش، الجريدس ساكاناكي اللي هو الجريدس ده اللي هو الجمبري، ساكاناكي الجمبري ب 76 جنيه، وبعدين خورياتيكي سلطة اللي هو الجريك جريك سلطة، خورياتيكي اللي هو القرية، السلطة البلد اللي هو زي ما بنقول احنا بالمصري سلطة بلدي، هم يسموها خورياتيكي سلطة اللي هو سلطة القرية يعني، اللي هي السلطة اليوناني دي ب 32، وبعدين طيب كل ما هو سمك جمبري استاكوزا كاليماري كل ده بالكيلو، فما اقدرش اقول سعره دلوقتي لان هو انتوا عارفين اسماك والحاجات دي زي بورصه كل يوم بسعر، فبما انه مش طبق محدد السعر ده حسب الكيلو، انت بتروح تختار السمكه وبعدين يعملها لك، فبالتالي مش هنقول اسعار لانه ده لازم حسب اليوم اللي انتوا بتروح فيه. بعد كده عندنا اختابودي اكسيداتو اللي هو الاخطبوط البارد اللي كان في الاول، وايت اند بلو شال اللي هي القوقعه اللي كان فيها، سوري اختبو دي ده ب 83، والشال القوقعه ب 155،
انا اكلت حاجات، انا اكلت حاجات كتير قوي. ايه ده بس؟ خلاص اوكي، يبقى قلنا كده الحاجات اللي مش بورصه، اللي هي مش كل يوم بسعر. يعني تجربه جميله جدا جدا جدا، يعني بالذات قبل ما يدخل البرد في اسكندريه، انصحكم قوي ان انتوا تيجوا تاكلوا هنا في الجو الفظيع ده، اللي هو جو اسكندراني اصلي، بلدنا الجميله اللي للاسف احنا بنخربها. عندنا حب غريب للقبح، يعني فاهم؟ لما بتلاقي حته جميله لسه فاضله تبقى حاطط ايدك على قلبك كده، على ايه لحد يشوفها يقولك ايه ده، هي دي حلوه ليه؟ لازم نبوظها يعني. فربنا يستر. والمطعم ده بقى له سنين كبيره، يا رب يكمل بالجمال ده والمكان ده يفضل بالحلاوه دي. يعني ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت قوي. هسيبكم دلوقتي ونشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله. الحق ايه؟ هدوس اي حاجه قبل ما يهجم عليا جسار.